سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، اتفق علماء المسلمين على عدم جواز إقامة حد القتل على الأطفال غير البالغين، وإن اختلفوا في سن البلوغ إن غابت أماراته، فما بين قائل بأن الحد لا يقام على من لم يتم 18 إلى قائل بجواز إقامته متى أتم الجاني 15 من عمره. اختلفت آراء علماء المسلمين في من يطبق عليه الحد من القاتلين، ووافق القانون رأي الأولين فلم يجز عقاب من دون 18 بالإعدام، وإن النيابة العامة تقف اليوم لا تخالف آراء لأئمة ولا تطلب نقضا لميثاق دولي أبرمته الأمة، إنما تطلب من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتناشد القائمين على تعديل النصوص والقوانين بالنظر في تشديد العقاب على كل قاتل من فئة المتهمين الباغين. تبدأ وقائع الدعوة عندما غابت المبادئ والقيم، وقلت عند أولياء الأمور الهمم، فانسلخوا من دورهم وتركوه لغيرهم في وقت زادت فيه وسائل محو الهوية، وتربص فيه أعداء الأمة لتشويه فطرتها السوية، فاستبدلت مجالس العلم بمجموعات السخرية والذم، وبات الأطفال يتعلمون من المنشورات على الحسابات، وغدا المراهقون يلهثون إلى مواقع التواصل للتعرف إلى الفتيات بغير ضابط ولا رابط. ومن رحمه الله من مواقع التواصل وجد نفسه أمام أفلام باليات تساوي المجرمين بأصحاب البطولات، فتاه الشباب والفتيات وضيعوا القيم الثابتات. لا تحزنوا أهل الفقيد، لا تحزنوا أهل الفقيد، إنا إلى الله الرجعة، وإنا لمصابكم لمحزونون، ونسأل الله يشفي الوجع. نحسب نجلكم شهيد سعيد ساكنا جنة المأوى، تلقونه يوم الطلاق شفيعا عند ربكم الأعلى، هنيئا له جوار ربه، نعم الجزاء والمثوى. واليوم جئنا بقاتلي نجلكم إلى القضاة نرفع الدعوة، أقمنا بيانها وبرهانها على كل من أضل وأغوى. يا قضاة الحق، يا قضاة الحق، جئناكم بالأمانة اليوم نسعى، فاقضوا جزاء وفاقا لكل قاتل في الأرض يسعى، ما قصدنا إلا جزاء عادلا راجين حق أصحاب البلوى. ويا قوم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول لدى المولى، فرعوا صغاركم قبل الوقوف بين يدي الله الأعلى.